بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ المحاضرة الخامسة بالنسبة للكورس بتاع الإيثكس. في قبل الميلاد، في القرن اللي هو الرابع قبل الميلاد، في فيلسوف اسمه هيبوكرات. ده يعتبر the father of medicine. هو عمل زي كود او زي للإيثكس، ولو قسم معروف باسمه، اللي هو القسم اللي الدكاترة بيقولوه لما بيتخرجوا. طبعا الرولز او الكود اللي حطه هيبوكرات ده مش خاص باطباء الاسنان بس، ده للاطباء البشريين، لعلاج اخصائيين العلاج الطبيعي، المهندسين، كل أي حد له تعامل مع إنسان بيخش أو بيندرج تحت الرولز اللي احنا هنقولها ديت، أو الهيبوكراتيك أوث. ايه هي الايثيكال برينسيبلز لما اجي اتعامل مع عميل او مريض؟ هما 6 حاجات. اول حاجة to do no harm، اللي هي non maleficence. to do no harm، ان انا ما اذيش المريض بتاعي او العميل بتاعي. to do good، ان انا اعمل له حاجة كويسة او beneficence. respect the person، justice، veracity or truthfulness، ان انا ابقى صادق معاه، صدق. confidentiality يعني السرية في الحاجات، على ان اتمني على اسراره وعلى مشاكله، ان انا ما اقولهاش لحد او ما افشهاش او ما انشرهاش باي طريقة. اول حاجة to do no harm. dentist او physician او الفارماسيست او اي ذو او الانجينير should not harm the patient in way. حاجات معينة انت ممكن تعملها بدون قصد تضر العيان، اسمها iatrogenic diseases. iatrogenic يعني دكتور انديوز او دكتور اللي عاملها. يعني ممكن انت تشتغل بادوات غير معقمة تعمل مشكلة العيان. ممكن انت تعمل اندر اور اوفر فيلينج، يعني تعمل فيلينج بطريقة غلط، مستوى اعلى او اقل من الدروس، برضو بتضر العيان. ممكن انت تعمل حاجة ما انتش خبير فيها، عملت عملية معينة وانت ما تدربتش عليها او مذكرتهاش كويس، او عملت كتبت علاج معين انت ما تعرفش كفاءته ايه، جايبه من على النت او اي حاجة او قريته في اي حتة، لكن ما جربتش كفاءته قبل كده مع حد. فده طبعا ممكن انت تضر المريض او العميل او الزبون بتاعك. بعد كده تاني حاجة اللي هي البينيفيسنس، اللي هي معناها كده، كلمة بينيفيسنس لما تيجي تدور كده في القاموس معناها the doing of good، ان انت بتعمل حاجة كويسة للعيان او بتفيده، بتبقى beneficent للعيان او للعميل. beneficence او to do good هي بتبدأ ببي، وهي فيها 4 بي: be qualified، ان انت تبقى مؤهل، be prepared، ان انت تجهز نفسك، هتعمل عملية، هتكتب دواء، لازم تبقى قاري كويس ومذاكر كويس الحاجة اللي انت تعملها. هي واحد مهندس هيبني بيت او هيعمل رسم مهندس البيت، يبقى لازم يبقى مذاكر كويس ودارس كويس قبل ما يعمل الحاجة دي اللي هو مقدم عليها للعميل او للمريض. put a plan of treatment، طبعا treatment او اي procedure تاني انت هتعمله سواء كان طبي او غير طبي. patient benefit is your goal، ان انت ما تخليش ان انت هتاخد معان قد ايه، لا، انت هتقدم للعيان ايه او للعميل بتاعك ايه، خلاص، ومش مهم انت هتكسب منه ولا لا، حتى لو ما خدتش فلوس، انما لازم
الخدمه يبقى ليها ليفل معين ما تنزلش عنه. يبقى 4 بي بي كواليفايد بي بريبيرد بوت ا بلان اوف تريتمنت بيشنت بينيفيت از يور جول بينيفيسنس. تالت حاجه ريسبكت ذا بيرسون. وريسبكت ذا بيرسون ده ان انت تحترم العيان. بينقسم لحاجتين A و B. A طبعا اللي هي الاوتونومي او السيلف جوفرمنت والانفورمد كونسنت، حقوق المريض او حقوق العميل اللي جاي لك بتنقسم لحاجتين. ان انت لازم المريض بتاعك او العميل بتاعك لازم يكون له قرار في الخطوه اللي انت هتعملها. يعني مثلا قدامي مثلا مرض معين له علاج أدوية أو عملية، العيان اللي يحدد. أنا بقول له الميزات ده وعيوبه وميزات ده وعيوبه خلاص، إنما اللي يحدد هو المريض. فدي حاجة اسمها أوتونومي. مثلا واحد مهندس بيبني بيت للعميل عنده، خلاص في كذا طريقة المباني البيت، ممكن يعمله بأساسات، ممكن يعمله باسمها اللي هو البوست او الخوازيق، ممكن يعملوا من غير اساسات خالص. فده طبعا بترجع لمين؟ بترجع للعميل او للمريض نفسه. يبقى definition of autonomy in English the right or condition of self-government. ان العيان يبقى هو اللي بيملك قرار علاجه أو العميل يملك قرار حاجة اللي يعمله. or freedom from external control or influence. كان في تمثيلية زمان اسمها لن أعيش في جلباب أبي، كان نور الشريف، وكان ابنه اللي هو الممثل محمد رياض. نور الشريف كان إنسان عصامي وبدأ نفسه من الصفر، ولما كبر وخلف محمد رياض، ومحمد رياض كبر رفض انه يشتغل مع والده وعايز يعمل لنفسه كيان مستقل. فده اللي هو الاوتونومي، او اللي هو اللي احنا بنقول عليه اللي هو الايه السيلف جوفرمنت. يبقى الاوتونومي means to respect the patient's right to make decisions of the treatment plan. It is the dentist's responsibility to explain advantages and disadvantages of each treatment plan. The dentist's responsibility to explain the advantages and disadvantages of each treatment plan. طبعا ده بينطبق قلنا على كل التخصصات، ان انت بتشرح للعميل او للمريض او للزبون اللي جاي لك في الاجزخانة، بتشرح له ايه هي العيوب بتاعت كل اوبشن والميزات وهو بيختار. طبعا لو في حالة الشيلدرن او اللي هم الناس اللي هم القصرين، او لو في حد عنده مثلا لا قدر الله قدرات محدودة او تخلف، ده ممكن ان يبقى البيرنتس او الشخص المسؤول هو اللي بياخد القرار. يبقى in case of children their parents can take the decision of treatment plan. نيجي للانفورمد كونسنت، وده مهم جدا، وهو ال the process by which a patient learns about and understands the purpose والbenefits والpotential risks of a medical or surgical intervention including clinical trials. And then بيوافق عليه ويمضي عليه agrees to receive the treatment or participate in the trial. يعني ايه؟ ده يعتبر العقد اللي بين المريض او العميل ومؤدي الخدمة. ده زي عقد بيتكتب كده ان سيتم عمل الاجراء الفلاني، العمليه الفلانيه، بناء البيت الفلاني، عمل العلاج الفلاني لفلان الفلاني، وان خطورتها كذا، وان ممكن يحصل فيها كذا المضاعفات بتاعتها. والمريض بيقرا الكونسنت ده كويس
وبيمضي عليه ان هو موافق. Informed consent generally requires the patient or responsible party to sign a statement confirming that they understand the risks and benefits of the procedure or treatment. The consent it must be voluntary. أول حاجة إن هو يكون بإرادة المريض أو العميل، ما يكونش مثلا مهدده بحاجة أو تحت ضغط أو واخد مثلا مهدئ أو مخدر أو حاجة، لازم يكون فولنتري بكامل إرادة العميل أو المريض، ولازم يكون ليجل. يعني ما ينفعش إن أنا أعمل كونسنت أكتب فيه مثلا إن أنا هقطع إيد المريض وأركبها مكان رجله مثلا، لازم يكون الحاجات اللي مكتوبة فيه تبع القانون او ليجل. ثالث حاجه سواء اخلاقيا طبعا او حفاظا على صحه المريض. ثالث حاجه contain adequate information must include procedures of treatment خطوات العلاج والريسكس خطوره العلاج والفوائد البنفيتس. رابع حاجه it must include a statement that the patient has read and understand treatment procedures and he or she agrees on it. ان لازم يكون في جملة كده صريحة مكتوبة ان انا قريت فوائد العلاج ده وخطورته وان انا موافق عليه. لازم تكون جملة مكتوبة كده يكون قراها ويمضي عليها. The signature of the patient or responsible party and of a witness. يعني لازم يكون في امضى للمريض نفسه او اذا كان طفل او غير يعني عنده قدره عنده مشكله عقليه او حاجه، ان احنا والده او والدته او الواصي عليه هو اللي يمضي زائد شاهد. وطبعا الشاهد ده بيكون من ناحيه البيشنت، ما بتجيبش شاهد من عندك الممرضه او ايا كان الحد من تبعك. ده مثال لانفورمد كونسنت معمول لاكستراكشن اوف اتوث. وطبعا نلاحظ هنا ان الكلام اللي احنا قلناه ان في امضى الشاهد الويتنس وفي البيشنت او البيرنت او الجارديان او اللي هو المسؤول وامضى للدكتور، ومكتوب فيه هنا اول حاجه فيه ايه هي الخطوات اللي هتتعمل اللي هو الاكستراكشن ريموفال اوف ذا توث، وهنا طبعا عشان يتحط رقم السنان اللي هتتخلع، ومكتوب ان ان ان, إن علم العيان او بعرف العيان ان لو ما اتشالتش السنه اللي بيحصل ممكن يحصل مشكله، ممكن يعمل ابسس. المشكله اللي ممكن تحصل له لو ما شالش السنه ايه، والحاجة التانية المشكلة اللي ممكن تحصل او الكمبليكيشن او المضاعفات اللي ممكن تحصل لو بعد شيل السنة، اللي هي حاجات ست حاجات دول، ده ممكن حاجات كمبليكيشن تحصل هو لازم يكون قريها. ودي الجملة اللي احنا قلنا عليها I have had the opportunity to discuss the surgery with the doctor and to ask questions. I consent to the surgery as described. يعني ان انا ناقشت مع الدكتور نوع العمليه اللي عاملها وايه المضاعفات بتاعتها وايه اللي ممكن يحصل لي بعد العمليه او قبل العمليه، وان انا موافق على الكلام ده. ده مثال كونسنت. ده طبعا بينطبق على دكاتره الاسنان، على الاطباء، على الصيادله، على اي حد. العقد اللي بين العميل وبين المهندس وبين المحاسب. طبعا الجاستس او الفيرنس ان انت بتعامل العيانين كلهم زي بعض، to provide equal treatment to all and to protect the weak. Violation of justice occurs by discrimination between patients or on the base of religion or socio-economic status or occupation. ان انا ما فرقش جالي واحد غني واحد فقير اعالجهم بنفس الطريقة،
جالي واحد وزير، واحد مثلا غفير، أعالجهم بنفس الطريقة. واحد مسلم مسيحي يهودي أو ملوش ديانة، برضه هو عندي على في العيادة أو في التعامل، هو عميل أو مريض، لازم يبقى كل الناس عندي سواسية، مفيش أي ديسكريمينيشن على أساس أي أساس، سواء من الديانة أو من اللون أو من الجنس أو من المستوى الاجتماعي. الحاجة التانية إن أنا أو اللي بعد كده to be truthful person، إن أنت تكون صادق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. truthfulness or veracity. patient expects the doctor to give true information about treatment. ما تضحكش على المريض، ما تضحكش على العميل، نقول له كل حاجة زي ما هي. ايه ميزات الحاجة اللي هيعملها، ايه عيوبها، ايه تكلفتها، ولو ما عملهاش ايه اللي هيجرى، ولو ما عملها ايه اللي هيجرى. يبقى patient expects the doctor to give a true information about treatment, prognosis and treatment failures. Lying to the patient shows disrespect to the patient. يعني انت لما تكذب على العيان انت ما بتحترموش، او دي حاجة وحشة في حق العيان. Exceptions in case of terminally ill patient. يعني ايه؟ يعني انت جالك مريض، اللهم احفظنا لا قدر الله، عنده terminal stage of cancer، يعني كانسر في المراحل المتأخرة وملوش علاج. انت ممكن في الحالة دي، حالة من الحالات اللي انت ممكن تكذب فيها على العيان، ان انت تقول له ان ما عندكش حاجة، وان انت ده شوية التهابات، وتدي له اي مسكن وخلاص، انه كده كده ملوش علاج، كده كده يعتبر الموضوع منتهي بالنسبة له، يعني وكل حاجة بإيد ربنا. بس في الحالة دي عشان نفسية العيان ما تتدهورش، ان الحالة النفسية مهمة جدا في الحالات اللي زي دي، انت بتقول له ان انت ما عندكش حاجة وتخبي عليه، فده مسموح لك ان انت تكذب في الحالة دي بس. انما غير كده ما ينفعش تكذب على العيان وتقول له معلومات مغلوطة فيما يخص العلاج، او انت اذا كان عندك عميل او عندك زبون في الزخان او اي حاجه. confidentiality of personal health information. يعني اي حاجه المريض بيعملها عندي في العياده، او العميل بيديني اي بيانات عنه، او مثلا واحد دخل الزخانه بيشتري حاجه دواء معين، ما يجيش بعد ما يخرج او بعد ما يمشي ان انا اكلم حد عن اسراره وعن المرض اللي عنده وعن الدواء اللي خده وعن الحاجه اللي عنده. في جزء من الهيبوكراتيك اوث، او اللي هو قسم هيبوكرات: all what I see or hear through the course of patient treatment I will keep it to myself. يعني مهما حصل في العيادة، الزخانة، في المكتب، ان انا ما طلعش سر العميل او العيان بتاعي بره. All records related to patient treatment are considered confidential. اي حاجة او اي ملفات عندي للمريض، اي صور للمريض، دي confidential، وانها سرية لا يمكن لاحد الاطلاع عليها الا بقوة القانون. يكون في مثلا جريمه، في حاجه معينه، في حاجه بقى في الميديكو ليجل، فممكن الحاجات دي تطلع. It can be disclosed only for the patient benefits with consent. انها ممكن ان انا مثلا هاخد راي واحد زميل في الحاله اللي عندي مش عارف لها العلاج، محتار في العلاج، فببعت لزميل مثلا سواء في مصر او بره مصر، بس طبعا باذن المريض، بعد استئذان المريض. كده نبقى خلصنا المحاضرة بتاعت الإيثكس، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.